الحركات السلفية في لبنان، ما هو واقعها؟ كيف تطورت وبرزت خلال الفترة الأخيرة؟ وما هي أهدافها؟ هل استمدت قوتها من نتائج الثورات العربية؟ الموت ولا المذلة؟ الموت ولا المذلة؟ بشار الله يذله؟ بشار الله يذله؟ ماذا يخاف منها الآخرون؟ وهل تشكل امتداداً للقاعدة في أفكارها ومعتقداتها؟ السلفية ضمن الأسبوع في ساعة مع جورج صليبي، الأحد 9:30 مساءً على الجديد.